Radio Med. The Voice كانت تجربة أضافت لي أكيد لمسيرتي، زادتني برشا حاجات، قدمتني وعرفت بصوتي للعالم العربي كله. حاجة نفتخر بها، ما وصلش المراحل متقدمة، يعني ما وصلش للفينال وكذا بحكم التصويت، خاطر في تونس والمغرب ما فهمش تصويت كبير قوي. أما اللي وصلت له أنا نفتخر به وحاجة نتشرف بها، خاطر عرفتني برشا في العالم العربي. والحمد لله استغليت الحكاية وعملت أغاني خاصة وعملت ألبوم واستغليت الحكاية كم الفوق. بعد The Voice ديريكتومون عملت الألبوم. بعد The Voice ديريكتومون حضرت ألبوم عطشينا اللي هو فيه 9 أغاني مغربية. لقى تفاعل كبير من المغاربة والجزائريين والتوانسة سيختو. ومن بعده جوست عملت أغنية مغربية تعاملت فيها مع ملحن مغربي وكاتب يعني شاعر مغربي أوسي اللي هو زكريا الحداني، كاتب الكلمات وإلحان مهدي المحجور. ومن بعد عملت بزاف عليك بزاف بزاف عليك بزاف وي وجوست بعد عملت أغنية تونسية اللي هي إلحان غازي العيادي وكلمات بشير اللقاني وكيف كيف قاعدة وتوزيع نعمان شعري. القاعدة لاقية تفاعل خاطر ما عندهاش برشا ما عندهاش برشا تو عندها براتيكمون شهرين وحاجة بحتى الشهرين. فرحانة برشا بالتفاعل نتاع العباد، عامل فيا وعاملة فينا الحمد لله.